جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن قضية تتعلق بالطلاق، يقول إذا سجل المسلم الطلاق على شريط تسجيل وبعث به إلى زوجته، هل يقع الطلاق حينئذ؟ إذا تلفظ به وقع، سواء سجله في شريط أو لم يسجله، إذا تلفظ به نعم فإنه يقع، ولو كانت امرأته غائبة في بلد آخر نعم أو في مجلس آخر، المهم إذا تلفظ به فإنه يكون طلاقا واقعا. نعم.